انا ميس باي، اوكي، مدرسه اكاونتنج، تمام، بدرس اكاونتنج وبدرس ايكونومكس، تمام. انا خريجه، طبعا مادتين مختلفين شويه عن بعض، بس هو انا خريجه تجاره خارجيه انجلش قسم ايكونومكس اساسا، تمام، بس عملت سي ام اي في الاكاونتنج، تمام، في البوست اكاونتنج، تمام، وبقالي 10 سنين بدرس، تمام، وعندي 33 سنة، وبدرس اونلاين وبدرس برايفت مبدئيا كده، تمام. انا هديكم بريف صغيره كده عن الاكاونتنج. اول حاجه هي الاكاونتنج، قبل ما اقول لكم الكونتنت بتاع الماده، هي الماده اساسا هتفيدني ايه في الجانب العملي، اوكي؟ يعني لو داخله، هو طبعا في المقام الاول اي واحد داخل كليه بيزنس طبعا لازم ياخد اكاونتنج، تمام. الاكاونتنج بشكل عام هتفيدني انا في ايه؟ هي الاكاونتنج اساسا كماده، تمام، الغرض منها ان انا بعمل حاجه اسمها فاينانشال ستيتمنتس، تمام، بعمل حاجه اسمها ايه؟ فاينانشال ستيتمنتس. الفاينانشال ستيتمنتس دي اللي هي حاجه اسمها بالانس شيت وانكم ستيتمنت. البالانس شيت والانكم ستيتمنت ده بيساعدوني في الجانب العملي، اوكي، ان انا اقدر اعرف الشركه اللي انا فيها، أو لو انت عايز تفتح شركه، عايز تفتح مكتب، عايز تفتح مشروع ليك صغير، انت اوريدي شغال في شركه كبيره ومعروف انه اي شركه، تمام، بيبقى في، لو شركه انترناشونال يعني او مالتي ناشونال، بيبقى فيها ايه ديبارتمنتس جواها، تمام، بيبقى فيها اكتر من ايه، من ديبارتمنت، تمام كده. كل ديبارتمنت مطلوب منه ان هو يعمل فاينانشال ستيتمنت، يعمل بالانس شيت يعني اخر السنه او في نص السنه، مطلوب منه ان هو يعمل بالانس شيت. حتى لو انت يعني انت مهندس مثلا، انت مثلا في اداره مثلا، اداره ليها علاقه مثلا ايه بالتركيبات مثلا، يعني انت مثلا لو انت في شركه هندسيه وانت في قسم مثلا تركيبات او قسم المعماري او ايا كان القسم اللي انت فيه، خلاص، فانت مفروض لو انت في ديبارتمنت مثلا معينه، تمام، فانت افرض انت يعني انت ما بتعرفش ان انت تبريبير فاينانشال ستيتمنتس او حاجه زي كده، طيب انت على الاقل هيطلب منك، لو انت في اجتماع اي اداره بيتعمل لها اجتماعات، فوانت وانت بتعمل ميتنج، اوكي، الميتنج اللي انتوا بتعملوه دوت اللي هو الانيوال ميتنج او المانثلي ميتنج او ويكلي ميتنج، بتتعمل ايا كان الميتنج اللي بتتعمل، هيتعرض عليك الفاينانشال ستيتمنتس دي. يعني ايه هتتعرض عليك؟ يعني هيقولوا لك والله احنا حققنا مثلا، عندنا كاش بكذا، عندنا تريد ريسيفبل، في مصطلحات انت قاعد مش فاهم اي حاجه، لان يعني انت ما عندكش اي خلفيه ايه، اي خلفيه عنها خالص، تمام كده. فبالتالي الاكاونتنج بشكل عام او اللي هتدرسه في الاول ليفل دوت هيفيدك ان انت لو عايز تعمل مشروع، تمام، وانت بتعمل البلان بتاعتك علشان تعرف انت هتعمل اساسا المشروع، انت محتاج تعمل ايه، تعمل خطه كده في الاول بدائيه خالص، اوكي، وبتعمل ميزانيه عشان تشوف بادجت معينه، يعني عشان تشوف انت هتكسب او مش هتكسب، يعني اكسبكتد بادجت كده بتتعمل عشان تعرف انت هتكسب ولا مش هتكسب، تمام. فتخيل لو انت مالك او انت مشروع، انت شريك في مشروع، انت من حقك ان انت يعني على الاقل لازم يكون عندك خلف ستيتمنت، يعني ايه ستيتمنت؟ عشان تعرف فلوسك دي رايحه فين. اتخيل انت داخل في مشروع مع حد، انت مش هتعمل الستيتمنتس دي، بس على الاقل تعرف تحللها، تعرف تقراها. فلو انت مش مخطط ان انت تاخد اكاونتنج، لازم تاخد بيزنس، يعني يا تاخد اكاونتنج يا تاخد، يعني انت ما دام مش هتخش كليه بيزنس، مش بالضروري ان انت تاخد اكاونتنج، ممكن تاخد بس لازم تاخد بيزنس. ليه؟ البيزنس هتخليك تعمل انالايزنج للفاينانشال ستيتمنتس، مش هتقول لك ازاي تعرف تعملها، انت مش مطلوب منك انك تعملها ازاي، بس مطلوب منك ان انت تعمل لها تحليل، يعني تحللها وتعرف انت كده بتكسب. هيتعرض عليك جداول وارقام، كل ما في الامر ان انت عايز تعمل انالايزنج ليه، عايز تعرف انت بتكسب ولا بتخسر. اللي هيعرفك ده ممكن البيزنس اكتر، الاكاونتنج طبعا هيعرفه لك، بس الاكاونتنج زياده على كده هيعرفه لك ازاي تعمل انالايزنج وازاي تعمله انت بايدك. فما دام انت مش داخل في مجال هتعمله انت بايدك، تمام، خلاص، يبقى ايه، ما فيش مشاكل ان انت ما تاخدهاش، بس تاخد، بس لازم تاخد بيزنس، لازم، تمام، لان دي مواد، يعني الاكاونتنج والبيزنس دي مواد لا غنى عنها في اي مجال. يعني انت في طب، كمبيوتر ساينس، هتشتغل اي تي، هتشتغل ايا كان، هتشتغل طبعا اكاونتنت، او هتشتغل اتش ار، هتشتغل في الماركتنج، هتشتغل،
لازم تكون عارف يعني ايه financial statements. دي اساس اي حاجة في الدنيا، يعني اي حاجة في الدنيا بتتقاس عاملة زي الاي تي كده، يعني مادة لا غنى عنها، ولكن هي متقسمة. الفرق ما بينها وما بين يعني البيزنس والاكاونتنج، البيزنس بيعرفك ازاي ان انت تحلل الحاجة، يعني تعرف عارف يعني من الاخر كده ازاي تقرا الفاينانشال ستيتمنتس، ازاي تقرا البالانس شيت والانكم ستيتمنت. اما الاكاونتنج بيعرفك ازاي تقرا وازاي تكتب. ده الفرق ما بين الاكاونتنج والبيزنس. تمام كده؟ كده الموضوع بالنسبه لكم واضح؟ ده الفرق ما بين الايه، ده الفرق ما بين المادتين. تمام. طيب نيجي بقى بعد كده على عرض الام. انا هنا عرض الايه الكونتنت واضح صح، الصفحه كلها باينه بالنسبه لكم. طيب اوكي طيب هنا عندكم. تمام هنا عندكم زي ما انتم شايفين احنا عندنا هنا الاكاونتنج. لما جم عملوا المنهج معمول ان انت تكون ريدي، يعني اي واحد هياخد الاي ليفل ده ممكن يروح يتدرب في باش كليه، يخش كليه. يعني انت مثلا لو يعني انت تقدر تعمل يعني تبقى اسيستنت لاكاونتنت جوه مجرد انت واخد او ال. يعني الاو ال دوت المنهج معمول باسلوب يخليك يعني على مستوى ايه يعني في الوسط. يعني انت كمان عديت البيجنينج، يعني منهج قوي جدا مش صعب بس هو قوي جدا، هو منهج قوي جدا ان انت يأهلك او في بتاع لسه لك يعني ايه. ده داخل عارف كل حاجه، ده الفرق ما بينك وانت على الثانويه العامه، ان انت داخل عارف انت بتعمل ايه، انت عارف الشغل نفسه مش محتاج ان حد يعلمك تعمل ايه، لان المنهج معد يعني prepared يعني well prepared يعني ممتاز جدا يعني، ويقدر ان يدخلك في المجال العملي بسهوله. تمام. طيب الماده هنا زي ما انتم احنا الماده هنا بتتكلم عن ايه. الماده هنا بتتكلم اول حاجه بيعرفك في الماده هنا على السورسز. يعني الراجل المحاسب ده تمام كده اوكي، خش عايز امون يعني موظف يقول انا مثلا شركه يعني فون. تمام. الحوار اللي حصل ده اسمه ترانزاكشن، اخد الداتا اللي هي ترانزاكشن اللي هي السياره بتاعت الشركه، وايه واحول الكلام دوت انقله احطه فين في داتا. تمام. عشان اسجل الكلام الترانزاكشن دي احطها احولها لشكل داتا وتسجل جوه جداول، ده اسمه ريكوردنج اوف داتا. ريكوردنج اوف داتا دوت بيتم ثلاث ايه ثلاث عمليات. اول حاجه بعرف يعني ايه دبل انتري سيستم، وبعدين بعرف بعد كده دي ستيب نمبر 1، وبعدين بعد كده بزنس دوكيمنت، وبعدين بوكس اوف برايم، وبعدين ليدجر. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انت دلوقتي الراجل صاحب الايه المحاسب اللي قاعد، الاكونتنت اللي قاعد على الايه، والبوك كيبر اللي قاعد على المكتب، دخل عشان يديله فاتوره سوري طلب منه عايز فلوس علشان امون السياره. اوكي عايز تمول السياره. اوكي فتح دالي قال له مش لازم تسجل. طيب انا هتعلم في الاربع دروس دول الاربع دروس بزنس دوكيمنت بوكس اوف برايم ليدجر، الاربع دروس هيعلموه الحوار اللي حصل ده واسجله. فشيء طبيعي الحوار ده حصل ما بين شخصين صح ولا لا؟ الحوار ده حصل ما بين شخصين، انا وشخص تاني صح؟ في فلوس خرجت مقابل ان خدت سيرفيس. ايه السيرفيس اللي جات لي؟ ان انا خدت بنزين مونت بيه الشركه سيارة الشركه، وقصادها دفعت فلوس. اذا الاكاونتنج كبدايه تمام هو يعني بدايته مبنيه على ان هي ما بين شخصين ماشي، مينيمم شخصين تمام، على حوار او
ترانزاكشن عملية بتحصل ما بين شخصين، هو طيار مادي او طيوس، والطيار التاني فيه خدمة او فيه سلعة، يعني جود او. فاذا ال بتاع دوت الاكاونتنج هو عبارة عن طيارين، تمام، بينهم بعض، هم اتنين طيارين اتنين مع بعض، طيار مادي وطيار فيه جودز او فيه ايه او فيه سيرفيس. غير كده مفيش ايه، مفيش اي نوع من انواع الايه، مفيش اي نوع من انواع يعني هو مبنية على ده كله، يعني هو مبنية على ان انا في فلوس جات لي، تمام، الفلوس اللي جات لي ديت قصادها انا اديت حاجة، او انا خدت حاجة وقصادها عليها ايه فلوس، هي مبنيه على كده. فالاربع دروس دول بيعرفوني الفكره دي، البروسيس دي اللي هي بدي سلعه، تمام. طيب احيانا وانا بدخل، جورنال وحاجه اسمها ليدجر اسمها ترايل بالانس، الحاجات اللي انا بدخلها الداتا اللي انا بدخلها دي، شيء طبيعي ان المحاسب وهو بيدخل الداتا دي ممكن يتعرض انه يغلط، يبقى فيه ايرورز، يغلط، ينسى حاجه غلط، يدخل حاجه مرتين، يكتب رقم غلط، فهو معرض ان هو يعني ان هو اجى بشكل غلط. الحاجه دي بنعرفها امتى؟ بنيجي نعمل ايه زي اوديتنج كل مثلا كل 3 شهور يعني، او كل 6 حسب نظام كل شركه يعني، تمام. فبندخل الايه، بندخل الداتا ديت، اوكي، بندخل الداتا ديت، واحنا بندخل الداتا ممكن نغلط، واحنا بنراجع كل 3 شهور او كل 6 شهور، تمام، ممكن نلاقي الاخطاء بقى، بنكتشف الاخطاء واحنا ايه بنراجع كل مره، يعني بيجي فيه محاسب او اوديتور بيجي يراجع عليك كل 3 شهور او كل 6 شهور او كل سنه، ساعتها بنكتشف الخطا. ففي 3 دروس تانيين بيعرفوني ازاي تو سولف الايه، تو سولف او تو ريسولف الايه الايرورز دي، اسمهم ايه اللي هم الاربع دروس اللي على اليمين دول، اللي هم الترايل بالانس واللي هو كوركشن اوف ايرورز واللي هو البنك ريكونسيليشن والكنترول اكاونت. يبقى دول اربع دروس تانيين ازاي تو ماشي ريسولف ايه الايرور، ازاي ان انا اصلح الايرور، تمام. يبقى انا اول حاجه هعرف ازاي الدروس دي هتعلمني ازاي ادخل الداتا، تمام، والاربع دروس دول هيعرفوني ازاي ان انا تو ريسولف الايه الايرورز، لو في ايرور ازاي اصلحها، تمام كده. نيجي بعد كده على الايه، دي اول ستيب اللي هي الايه ريكوردينج اوف داتا. تاني حاجه الاكاونتنج بروسيجرز، الاكاونتنج بروسيجرز ايه الاكاونتنج بروسيجرز بقى، عشان اللي بيميز يعني عايز بقى يعمل شغل، اصل هو تدخيل الداتا دي مش حاجه صعبه يعني، عشان كده هتلاقوا الدروس دي دروس تافهه يعني، مش قصه في الاكاونتنج. القصه الرئيسيه بقى اللي بتبدا من هنا، ان انا في اجراءات معينه بحتاج اعملها علشان ادي ريبورتس لمدير الشركه. يعني مدير الشركه ده، بص، مدير الشركه مش بالضروري انه يكون اي مدير شركه في الدنيا، مش بالضروري ان هو يكون دارس ايه، يكون دارس اكاونتنج، ممكن يكون دارس بيزنس، لازم يكون دارس بيزنس. ليه؟ لو مش دارس بيزنس بقى هيتعلم البيزنس دي بالخبره بقى، بالاكسبيرينس، هيخش جوه شركه ويتعلم والكلام ده. اما لما الفرصه دي تبقى جايه لك في الثانوي يعني في الاي جي هنا، بتبقى احسن بكتير، بدل ما تتصدم بالواقع ولسه بقى تتعلم وتاخد وقت، انت داخل عارف محدش هيعلمك، انت فاهم، فانت داخل دلوقتي، تمام. فاي مدير شركه يعني هو طبعا الافضل ان يكون دارس ايه، ان يكون دارس اكاونتنج، لكن لو دارس بيزنس مش هيضحك عليه برضه، لان احنا قلنا الفرق ما بين اللي دارس بيزنس والفرق ما بين دارس بيزنس ودارس اكاونتنج، ان اللي بيعرف بس يعرف يحلل الايه الفاينانشال ستيتمنت، يقدر يعرف بالارقام اللي انا حطها له في الفاينانشال ستيتمنت انا بكسب ولا بخسر، وفلوسي هلمها امتى اللي بره، لو انا ليا فلوس كريدت هلم التريد ريسيفبلز دي امتى، او الكريدتس دي هلمها امتى، وهكذا. اذا البيزنس بتخليني اعرف الارقام دي بتاعت ايه،
اما لو انا بقى كمان متعلمه ازاي اعرف الارقام دي، لو متعلمه كمان اعرف ازاي الارقام دي، الاكاونتنج هو اللي بيعلمهولي ازاي ان انا اعمل كمان الايه الارقام ديت. تمام كده. طيب الاكاونتنج بروسيجرز دي دلوقتي صاحب الشركه، تمام، احنا بيبقى مثلا الشركه بيبقى فيها اسيتس. يعني ايه اسيتس؟ اسيتس يعني اللي هو البيلدينج والفيكلز، الموتور فيكلز اللي هي الكارز بتاعت الشركه، والاوفيس فرنيتشر والحاجات اللي هي موجوده في الشركه ديت، اللي هي الاسيتس اللي هي يعني كانوت كونفرت انتو كاش ايز، دي ما اقدرش احولها لكاش يعني بسهوله. تمام. الاسيت النون كارنت اسيتس دي احيانا عايز اعمل لها ايه؟ يعني هل انت دلوقتي لو انت عندك مبنى، انت لو انت معاك كوبايه ميه وجيت شربت كوبايه الميه دي مليانه للاخر، وجيت انت شربت نصها، صح؟ فانت لو انا جيت سالتك قلت لك انت شربت قد ايه من كوبايه الميه، هتقول لي انا شربت قد ايه، او استهلكت قد ايه من كوبايه الميه او من الميه نفسها، هتقول لي انا استهلكت نصها، لان قدرت تحدد ايه. انتوا سامعيني ولا انا ما خدتش بالي من الكونفرزيشن تحت ولا دي قديمه؟ انتوا سامعيني كويس ولا في مشكله في الصوت؟ لا سامعين وشايفين. طب تمام خلاص. فالمهم فبتاع دوت ال كوبايه الميه، لو انت معاك كوبايه ميه وعايز تعرف كوبايه الميه ديت انت شربت منها او استهلكت منها قد ايه، بسهوله جدا بتقدر تقول ايه، بتشوف الميه واصله لحد فين وتقول اه ده انا استهلكت نصها او ربعها او صح ولا لا. اما لو معاك عندك مبنى او معاك لابتوب، تمام، او موبايل، تقدر تحدد لي الموبايل اللي انت اشتريته ده جيت انا بعد سنه طلبت منك قلت لك انت استهلكت من الموبايل قد ايه، تقدر تحدد لي؟ لا طبعا لا. صعب صح. انت في درس هنا اسمه accounting for depreciation and disposal of non current assets، بيعرفك ازاي تقدر تحدد بعد سنه انت استهلكت الموبايل قد ايه. طب ده هيفيدك في ايه؟ هيفيدك لما تيجي تبيعه. يعني انت لو عرفت انت استهلكت منه قد ايه، يعني انت مثلا جايبه ب $1,000، اوكي، انا ممكن اقول لك بعد سنه لما تتعلم يعني في الدرس دوت لما ناخده، اقدر اقول لك ان الموبايل دوت بعد ما عدى عليه سنه انت استهلكت من ال $1,000 دول $200، يعني هو قيمته دلوقتي 800. يبقى اذا انت كده مش هيضحك عليك بره لما تيجي تبيعه، مش هيضحك عليك لان انت عرفت انت مستهلك منه قد ايه بالظبط. سيبك بقى من ان هو حالته عامله ازاي او تعبان، مش، لا ده موضوع تاني. انا بتكلم عن انت محافظ على الموبايل بتاعك عادي وتعرف انت استهلكت منه قد ايه، تقدر بالايه بالديبريشيشن تعرف بالظبط انت استهلكت منه قد ايه، بحيث ان انت لما تيجي تبيعه تعرف انت بعته قد ايه. طب ده هيفيد صاحب الشركه في ايه؟ صاحب الشركه ده عنده نون كارنت اسيتس كثيره، عايز يستفيد، يعني عايز يعرف هي دلوقتي عدى عليها سنه او سنتين او الكلام ده، عايز يعرف هي قيمتها الحقيقيه قد ايه، يعني فلوس يعني اللي متبقي منها الريميننج فاليو بتاعها قد ايه، يعني ايه اللي استهلكته، ايه اللي هو خلاص كونسيومد، والحاجات اللي هي لسه ستيل ايه موجوده فيه. الدروس دي بتعرفه الكلام ده، الدروس دي بتعرفه الكلام ده، يعني الدرس ده بيعرفه الموضوع دوت. الدرس مثلا بتاع الباد ديت ده بيعرفك لو انت عندك ديون بره، قصدي عليك ليك فلوس بره، حاجه اسمها تريد ريسيفبلز، انت كنت بايع بضاعه وما خدتش فلوسها، والعالم كله على فكره او معظم الشركات شغاله على الكريدت مش شغاله على الكاش، يعني انت على كلهم كريدت بيزس مش كده، يعني انت بتيجي تبيع حاجه، تمام، ما بتبيع حاجه للعميل مثلا، يعني شركات الحديد والاسمنت وشركات الورق والخشب والشركات والمصانع الكبيره دي شغالين كلهم كريدت بيزس، يعني لما بيجوا يبيعوا العميل، تمام، لو بيبيعوا كميات كبيره جدا العميل ما بيدفعش كل المبلغ، تمام، ليه؟ لان العميل بياخد الحاجه ديت بعدين ممكن بيكون بيديها لحد تاني، فيستنى برضو الحد التاني دوت لما يدفع له الفلوس بعدين ياخد الفلوس يديها لك. فاذا الناس كلها شغاله كريدت بيزس. طيب وسط الكريدت بيزس ده ممكن اخر عليك في دفع الفلوس، في دفع ايه؟ في دفع الفلوس. وممكن انه يحصل ان ناس ما تدفعش، او يكون نصابين يقفلوا الشركه بتاعتهم ويخلعوا او ايا كان، يعني في بيحصل حوادث زي دي كتير جدا، تمام. طب انت تعمل ايه؟ انت تبقى ازاي في السيف سايد، ازاي تتجنب ان حد يضحك عليك؟ انت مش هتمنعه، بس بنعمل يعني بنتوقع حاجه اسمها ايه، ان احنا نعمل حاجه اسمها doubtful debt، يعني في amounts من شك ان هي ايه will not be collected لما نلاقيها اتاخرت، يعني المفروض تتسدد بعد شهرين لان دخلنا دلوقتي في 6-7 شهور وما سددتش. فاحنا من قبل ما الشهرين يخلصوا احنا بنعمل عمليه حسابيه بيها نتوقع ماشي
ان احنا المبلغ ده مش هننمو. ليه؟ احنا سامعين ان العميل ده سمعته في السوق وحشه، ففي عوامل كده هتساعدني ان انا اقدر اتوقع المبلغ اللي will not be collected، فانا ابقى كده في السيف سايد بحيث ان هو لو ما دفعش ابقى انا كده في الامان. تمام؟ يبقى ده كده فكره الدروس دي ان انا دي بقى دو يعني دي حتى ما بتاخدوهاش. تمام؟ يعني دي دروس ليها مرتبطه بالاكاونتنج جدا. الدروس دي بقى اللي هي دي بقى شغل المحاسب، المحاسب الشاطر هو اللي يقدر يعمل العمليات الايه الحسابيه ديت بحيث ان هو يقدر يفيد صاحب الشركه ان هو اكسبكت ذا لوس، ان هو اكسبكت ريميننج اماونت الموجوده في البيلدنج عنده او في الموتور فيكل او الكلام ده كله. تمام؟ تمام. نيجي بعد كده على ثالث ستيب اللي هي البرنسبل اوف فاينانشال ستيتمنتس. كل الكلام اللي احنا بنقوله ده كل ده جانب البراكتيكال، يعني احنا الماده عندنا مقسومه جزء براكتيكال جزء براكتيكال، واخد حوالي 80% او كريتيكال حوالي 15% من المنهج. تمام؟ طيب البرنسبل اوف فاينانشال ستيتمنتس، تمام؟ الـ Principle of Financial Statements بعد ما عمل الكلام ده دخلت الداتا عملت حاجة اسمها Dance عملت Depreciation وعملت الكلام ده كله، دي انت قاعد بتنقل اكنك عندك بوكسز يعني تايكل ماشي ازاي، اكنك بتنقل تاني لتالت الرابع، انت بتاخد ماشي بتاخدها تحطها في حاجة اسمها الكوم دي تحطها في حاجة اسمها Ledger، بعدين تنقلها في حاجه اسمها ترايل بالانس، بعدين تنقلها في حاجه اسمها ان ستيتمنت، وبعدين بالانس شيت في الاخر. المحاسب قصدي صاحب ماشي والفاينانشال ايه والستيتمنت فاينانشال بوزيشن اللي هو ما بيبصش غير على الانكم ستيتمنت والبالانس شيت على حاجه ثاني، هو ده اللي بيبص عليه، هو ده اللي انت البيزنس ازاي في الاكاونتنج بتتعلمه كمان، يعني في البيزنس بتتعلم بس ان انت ازاي ان انت تقرا الانكم ستيتمنت والبالانس شيت بس ان انت تعمل لهم ايه انالايزنج. غير كده انت في الاكاونتنج بقى بتتعامل ازاي تو بريبير الفاينانشال ستيتمنتس دي. تمام؟ طيب فانا بقول لكم انتوا في حتى في شغلكم تمام ايا كان انت داخل كليه ايه. ايوه بعد اذنك هو حضرتك صوتي قطع من شويه، ينفع تعيدي اللي حضرتك قلتي؟ نعم صوتي قطع من شويه. اوكي حاضر انا عايز الكلام تاني. اوكي فانتوا بالنسبه للبيزنس قلنا ان انت احنا وقفنا عند الجزء دوت اللي هو الانكم ستيتمنت والستيتمنت فاينانشال بوزيشن. انت هنا الستيب الثانيه دي انت بعد ما عملت الكلام ده كله انا قلت لكم ان احنا ننقل في الاكاونتنج احنا ننقل الداتا بتاعتنا من بوكس للتاني، يعني الاول بوكس اللي هو الجورنال والمش عارفه الليدجر والكلام ده، وبعدين ننقله بعد كده بوكس ثاني اسمه ترايل بالانس، وبعدين بوكس ثالث اسمه انكم ستيتمنت، وبعدين بوكس رابع اسمه ايه بالانس شيت. اوكي فانت الفكره كلها ان انت قاعد تنقل الداتا من هو ده الاكاونتنج، قاعد تنقل من هنا لهنا لهنا لهنا، فانت في كل بوكس ممكن يقابلك مشاكل ازاي تحلها مش عارفه ايه الكلام ده كله، غير كده مفيش اي حاجه. هي دي الفكره الرئيسيه بتاعه الماده. في البيزنس انت هتاخد الاثنين دول، انت مش هتاخد ازاي بتعمله بس هتاخد ازاي بيتحللوا. انا قاعده بعمل كل الستيبس اللي فوق ديت اجيب الانكم ستيتمنت والايه والبالانس شيت، لان الانكم ستيتمنت والبالانس شيت بوزيشن اسمه بالانس شيت، دول اللي بقدر احدد الباليتي بتاعتي قد ايه انا بكسب الكلام ده، وكل الليكويديتي انا معايا السيوله قد ايه، عشان انا عايزه مثلا افتح برانش تاني ليا، عايزه اعمل نيو برودكشن لاين تاني مش عارفه ايه الكلام دوت، اقدر ان انا ايه اخد قرار عشان دي اللي بتعكس لي انا هيبقى معايا فلوس ولا مش معايا فلوس. فدول اهم ما في الموضوع كله. تمام كده؟ طيب طيب وانت بقى بتعمل الانكم ستيتمنت والبالانس شيت، كل احنا عندنا في تايبس اوف بزنس. يعني ايه تايبس اوف بزنس؟ يعني كل في عندي انواع كتير للبيزنس. في حاجه اسمها سول تريدر يعني شركات فرديه يعني بيبقى صاحبها شخص واحد بس، في شركات تانية اسمها بارتنرشيب يعني شركات ايه مزدوجه يعني بيبقى صاحبها اكتر من شخص لغايه اب تو ايه
to 20 partner. يعني الشركة بيبقى الشركة اللي فيها ممكن يوصلوا لغاية من 2 لغاية 20. تمام؟ ده البارتنرشيب. في نوع تاني من الشركات اسمه limited liability companies. limited companies دي اللي هي شركات اسمها شركات ذات مسؤولية محدودة. يعني من غير ما نخش في details فيها قوي, ال companies دي او limited companies دي الهدف منها انها بتاع دوت, دي نوع من انواع الشركات دي بيبقى عدد الناس اللي فيها more than 20 shareholder. تمام, ليها قصة برضو مش عايزين نخش فيها قوي. يعني شركات اللي هي الشركات الكبيرة, في الكلابس limited liability دي زي ايكيا. تمام, كلابس اند سوسايتيز دي اللي هي زي الاندية, ده نوع من انواع الشركات التانية, انواع البزنس التانية اللي هو الاندية. الاندية دي برضو ليها statements معين. وفي نوع تاني من الشركات اللي هو الشركات الصناعية اللي هي المصانع اللي بتصنع, الشركة يكون عندها مصنع. تمام, اسمها manufacturing accounts. وفي شركات تانية اسمها incomplete records. يعني شركة مثلا يكون المحاسب اللي فيها سرق صاحب الشركة وخد في, يعني كان بيلعب في الأرقام أو كان بيغش أو أيا كان اللي كان بيعمله يعني. تمام, فكان بياخد الحاجة وإيه يعني نصب على صاحب الشركة ومشي, أو إن الشركة تعرضت لحريق. تمام, فازاي يقدروا يرجعوا الداتا دي والكلام ده بنعرفه في الانكمبليت ريكوردز. فبيبقى في داتا ضاعت, يعني في ميسنج داتا, فازاي ان انا ارجع تاني ريتيرن باك الايه الداتا ديت. اوكي, طيب دي انواع الشركات. اوكي, انت بقى هتاخد في كل نوع من دول ازاي تعمل الانكم ستيتمنت بتاعهم والبالانس شيت. كل واحده الانكم ستيتمنت والبالانس شيت بتاعهم بيختلفوا في حاجات بسيطه. فانت بتدرس في السول تريدر الانكم ستيتمنت بتاعها عامل ازاي والبالانس شيت, في البارتنرشيب الانكم ستيتمنت بتاعها ازاي والبالانس شيت, وهكذا, وفي الباقي في الليميتد والكلابس والمانيفاكشرنج. تمام, طيب ده كده الاكاونتنج. يبقى الاكاونتنج مبني فين؟ نتكلم في اربع قصص. ده الجزء البراكتيكال, بيتكلم في اربع قصص. اول حاجه باخد الداتا اعمل لها ريكوردنج. بعمل لها ريكوردنج ازاي؟ ما بعرف حاجه اسمها دبل انتري سيستم والبوكس اوف برايم والليدجر والكلام ده كله. وبعدين لو حصل فيهم ايرورز, يعني بعد كام شهر لو اكتشفت ان في ايرورز, باجي بصلح الايرورز دي بالدروس ديت اللي هي الكوركشن اوف ايرور او الترايل بالانس او بنك ريكونسيليشن والكنترول اكاونتس. وبعدين بعد كده بعمل حاجه اسمها الايه اكاونتنج بروسيدجرز. دي البروسيدجرز اللي احنا اتكلمنا عنها اللي احنا بنعملها علشان تو ايه تو يعني تو نو ذا ديبريشن او اكسبكتد فاليو اوف انفنتوري او اكسبكتد فاليو اوف باد ديت والكلام ده كله. وفي بعد كده اللي هو الفاينانشال ستيتمنت اللي هو الانكم ستيتمنت بالانس شيت, هنعرفه لكل واحد من الايه من الشركات الايه انواع الشركات اللي عندي دول التايبس اوف بزنس. ده كده الاكاونتنج. اوكي, ده كده بيتكلم في كام شابتر؟ ده بيتكلم في حوالي 20 شابتر. تمام, طيب في 4 شابترز باقيين لان الماده بتتكون من 24 شابترز. في 4 شابترز تانيين. ال 4 شابترز دول تمام, في منهم 2 شابترز يعتبروا يعني شابتر منه اسمه ريشيو. تمام, ليش دي رولز كده تمام بتستخدمها علشان تعرف البروفيتابيليتي والليكويديتي بتاعت الايه بتاعه الشركه. تمام, وفي درس تاني اسمه برينسيبلز اند ايه اند بوليسز. ده درس تاني في الاكاونتنج. تمام, ده دروس ثيري كلها. عايز اقول لك يعني الاكاونتنج مبنيه على برينسيبلز معينه, هم 10 برينسيبلز بتعرفهم. يعني درس صغير مفيش حاجه. تمام, وفي الدرس اللي هو بتاع الايه بتاع الريشيو. تمام, ده كده درسين. وفي الدرس هم 23 شابتر, والدرس الثالث اللي هو الليميتيشن والانترفيرم ده برضو ايه درس ثيري. تمام, فيبقى احنا كده عندنا المنهج بيتكون من 23 شابترز. تمام, هتلاقي في مدرسين في النوتس بتاعتهم عاملينه 24, في ناس عاملينه على 22, في ناس عاملينه على 26, بس هو مني زي يعني زي ما في كامبريدج عاملاه هو معمول في 23 شابترز. تمام, طيب الامتحان بتاعه, الامتحان بتاع الاكاونتنج هو 2 بيبرز. تمام, بيبر 1 وبيبر 2. تمام, بالمناسبه هو مواعيد الامتحان بتاع السيشن بتاع نوفمبر بتاعه الاكاونتنج هتكون يوم 30 بيبر 1 هتكون يوم 30 اكتوبر, وبيبر 2 هتكون يوم 1 نوفمبر. تمام,
هما 2 بيبرز تمام، كل بيبر عليها 120 درجة، يعني المادة عليها 240 مارك تمام. الفرق ما بين بيبر 1 وبيبر 2 يمكن دي من المواد القليلة قوي اللي ما فيش فرق تقريبا ما بين التو بيبرز، لأن يعني بيبر 1 يمكن بيبر 2 مثلا هي اللي بتبقى محتاجة شوية يعني مستوى الأسئلة شوية في يعني محتاج more analyzing and explanation أكتر في البيبر اللي هي بيبر 2، ولكن بيبر 1 كويسة يعني. بيبر 1 وبيبر 2 مش شايفة فيهم أي مشاكل تمام. بيبقوا بيبر 1 فيها 6 أسئلة تمام، وبيبر 2 بيبقى فيها 5 أسئلة تمام. كل سؤال بيبقى عليه حوالي 20 درجة، يعني around ال 20، يعني ممكن يكون فيه 18 ممكن يكون فيه 22، يعني هو بيبقى around ال 20 مارك في كل سؤال تمام. ايه تاني ده بالنسبة للايه الاكاونتنج. طب في حد عنده اي سؤال؟ عشان انا يعني هدخلكم حاجة بسيطة كده في المادة. في حد عنده سؤال عايز يعرف اي حاجة عن المادة؟ يعني دي المادة بشكل عام. طيب في حد عنده سؤال في اي حاجة؟ انتوا معايا ولا فين؟ لا مفيش سؤال. تمام طيب اوكي. دلوقتي هدخلكم حاجة بسيطة جدا في المادة. المادة هنا معتمدة على حاجة اسمها الدبل بوك. ده كان ده يعتبر اول درس خالص في الاكاونتنج تمام. الدرس ده هو اساس المادة تمام. يعني المادة او الاكاونتنج، علم الاكاونتنج عموما كان مبني على اكويجن العلماء عملوها، اكويجن اسمها ايه؟ الاكاونتنج اكويجن. الاكاونتنج اكويجن دي يعني ايه؟ يعني انا عندي في انا عشان تستارت بزنس، عشان ابدا بزنس خالص تمام، انت عايز دلوقتي بتقرر ان انت انت وواحد صاحبك او ايا كان هتبقى طيب بزنس عامل ازاي. فانت وانت بتفتح البيزنس معاك مبلغ، هنفترض ان انت معاك مثلا حوالي 100,000 دولار تمام، هتفتح بيهم المبلغ البيزنس. حلو. ال 100,000 دولار دول الماني دول اسمهم ايه؟ دي اسمهم resources of the owner. resources of the ايه؟ of the owner. دي resources بتاعت الاونر اللي الاونر هيبدا يفتح بيها المشروع بتاعه، يعمل بيها المشروع بتاعه. فانت هتاخد resources بتاعتك دي اسمها resources supplied by the owner تمام. الريسورسز بتاعتك ديت اوكي هتاخدها تمام، تفتح حساب في الشركه، تفتح حساب قصدي في البنك باسم الشركه بتاعتك. فانت نفترض ان انت اسمك احمد، احمد ده الاونر خلاص مالناش دعوه بيه خالص، هياخد احمد ده الفلوس اللي هناخد الفلوس اللي مع احمد ونديها للشركه. الشركه دي بنعتبرها شخص زيك زي بالظبط، يعني زي احمد دوت برضو الشركه بتاعته هنسميها اي بي سي كمباني مثلا، هي هو شخص زي احمد بالظبط، نتعامل مع اي بي سي كامبي كانها شخص اوكي، شخص اعتباري يعني تمام. فهي هاف ا سيبريت ليجل ايدنتيتي عن احمد، عندها كيان منفصل خالص، بنعتبرها شخص منفصل تماما عن احمد. مجرد ما احمد بياخد الفلوس يحطها في البنك باسم شركه اي بي سي كامباني تمام، وهو الاونر بتاعها اوكي، هو مجرد اونر، والفلوس دلوقتي اصبحت ملك الشركه. الشركه واخده الفلوس ديت تمام، هتتاجر فيها لصالح احمد تمام كده. فلما احمد يبدا يتعامل مع الناس ويبيع ويشتري، فهو الشركه هي اللي بتبيع وتشتري مش احمد تمام، لان هو بيبيع ويشتري باسم الشركه. هل هو ما راح كتب عليه اسم اي بي سي كامباني؟ لا، هيكتب عليه اسم اي بي سي كامباني تمام كده. فانت بتاخد الريسورسز دي، تاخدها توديها فين؟ توديها الريسورسز بتاعتك دي بتاخدها توديها ليه؟ تاخد الريسورسز دي تنقلها تحطها فين هنا. فاحنا لو احنا اعتبرنا هنا ان هم هنا دول ال 100,000 دول ال 100,000 دولار اللي احمد اداهم لمين؟ اداهم للشركه.
ادي 100,000 دولار هيديهم للشركه. اذا ال 100,000 دولار دول هيروحوا ايه للشركه هنا، فلازم اكتب انا هنا برضو 100,000 دولار، لان اصبحوا مع مين؟ مع شركه اي بي سي. فاذا كده هكتب اقول ايه؟ هكتب اقول الريسورسز اللي احنا اديها للشركه دي اسمها الكابيتال، راس المال بتاع الشركه. راس المال ده رحت حطيته تمام في البنك، فالبنك ده يعتبر اسيتس تمام. فانا كده بلغه الاكاونتنج بدل ما اقول ريسورسز ان ذا بزنس وريسورسز سبلايد باي ذا اونر، بقول ايه؟ اسيتس وكابيتال. الاسيتس دي اللي هي الاماونتس اوند باي ذا كمباني، يعني دي اسيتس ملك الشركه. والكابيتال دي دي فلوس على الشركه، يعني يوم ما الشركه تقفل لازم الاسيتس دي ارجعها تاني لصاحب الشركه يوم ما نقفل الشركه تمام كده. فيبقى اذا الاسيتس لازم تكون ايكوال للكابيتال تمام. يبقى شيء راس مال الشركه 100، وانا هاخد ال 100 دول بقى هوزعهم، هحط 10,000 في البنك ومش عارفه احط 10,000 تانيين في الخزنه، واجيب بيلدينج ب 10,000 دولار ومش عارفه اشتري عربيه ب 5,000، واجيب اوفيس فرنيتشر مش اوفيس بتاع دوت اوفيس سبلايز مش عارفه ب 3,000 وهكذا تمام. فدي الفكره. يبقى accounting equation يعني assets equal like capital. يبقى الكابيتال دي الايه؟ الريسورسز اللي هي supplied by the owner، فلوس اخدتها من الاونر تمام واديتها للشركه، نقلتها واديتها للشركه. فلازم الاثنين دول يكونوا ايكوال لبعض، ما ينفعش ما يبقوش ايكوال لبعض، لازم دايما يكونوا ايكوال لبعض، الا يبقى في حاجه غلط يبقى انا عندي ايرور ولازم اصلحه تمام. طيب ال liability، ايه ال liabilities دي تمام؟ ال liabilities دي افرض انت جيت تفتح شركه، فانت الشركة انت محدد رأس المال بتاعها 100,000 دولار اوكي، وانت ما كانش معاك غير 90,000 دولار بس. طب هتجيب ال10,000 منين؟ هتجيبهم من البنك. يعني من البنك، يعني من البنك يعني هتاخد قرض، هتاخد لون من البنك عشان تكمل بيهم رأس المال تمام. العشرة دول مش هعتبرهم كابيتال، العشرة دول هعتبرهم ايه؟ لايبيليتي، يعني فلوس عليا. ليه؟ الكابيتال دي هي الفلوس اللي دايما باخدها من الاونر، اما اللايبيليتي هي الفلوس اللي باخدها من حد غير الاونر. مين اللي بياخدها؟ الشركه. يبقى الشركه لما تاخد فلوس من صاحب الشركه او من الاونر بتاع الشركه يبقى اسمه كابيتال، اما لما الشركه تاخد فلوس من حد غير صاحب الشركه يبقى اسمه لايبيليتي. يبقى اذا الاكاونتنج ايكويشن هتتعدل وتقول ان اقول ان الاسيتس ايكوال كابيتال بلس لايبيليتيز تمام. يبقى الاكاونتنج ايكويشن ده شكلها الفاينل، ده الفاينل فورم بتاعها، ان الاسيتس ايكوال كابيتال بلس لايبيليتيز. الاسيتس هي كل الايتيمز ملك هشتريها بفلوس. هنا مثلا على سبيل المثال انا دخلت عشان ما كانش معايا غيرهم تمام، وهنا هدخل 10,000 دولار اللي هم الايه؟ اللون تمام. يبقى انا كده دول يساوي كام؟ يبقى مجموع الاثنين لازم يساوي ايه؟ 100 ايه؟ 100 دولار صح كده. يبقى 90 دول بتوع اصحاب الشركه، ودول بتوع مين؟ دي لايبيليتي، يعني ديون عليا المفروض اسددها للبنك اللي انا خدت منه القرض بعد كده، بقى يسجلها له بعد سنه بعد سنتين ايا كان انا متفق معاه عليه. يبقى هي دي شكل الاكاونتنج ايه؟ ايكويشن، اسيتس ايكوال كابيتال بلس ايه؟ لايبيليتي. طيب اي ترانزاكشن، لو تفتكروا كلمه ترانزاكشن اللي انا قلتها قبل كده، ان انا ما قلت لكم ان انا كنت قاعد على المكتب بعدين في واحد دخل عليا قال لي لو سمحت انا عايز امون سياره الشركه. قلت له حاضر، رحت اديته 100 دولار قلت له مون سياره الشركه تمام. اخذ الفلوس راح مون بيها ايه؟ سياره الشركه تمام. ايه اللي حصل هنا؟ دي ترانزاكشن حصل. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا اديته فلوس مقابل ان انا هاخد منه حاجه. هاخد ايه؟ هاخد بنزين. البنزين ده يعتبر ايه؟ البنزين ده يعتبر اكسبنسز صح، مصاريف اوكي. او لو انا اخليها لكم اسهل شويه بلاش اكسبنسز، لو انا دلوقتي واحد طلب مني ان هو يشتري موبايل للشركه، موظف عايز موبايل، رحت انا اديته ايه؟ اديته 200 دولار قلت له خد اشتري ايه؟ موبايل للشركه.
يبقى مقابل ان انا اديته ال 200 يبقى ال 200 كده قل له، يعني الكاش بتاع الشركه قل صح، وقصاد الكاش اللي قل ده في حاجه عندي زادت. ايه اللي زادت؟ اللي زاد ان انا بدل ما كانش عندي موبايل بقى عندي موبايل، يبقى في اسيت جالي ولا ما جاليش؟ ده اسيت، يعتبر اسيت. تمام، يبقى انا اتنزلت عن حاجه مقابل ان انا اخد حاجه تانية، يبقى الكاش عندي قل في مقابل ان انا في حاجه عندي تانية زادت اللي هي الايه الموبايل. تمام، يبقى ايه في سبلايز زادت عندي اللي هي الموبايل. تمام، يبقى اذا هنا بيقول لك ان كل ترانزاكشن ليها تو ايه بتاثر في مكانين، هاف تو اي اسبيكتس او تو اريا بتاثر في مكانين. يعني على سبيل المثال، مثال احنا محتاجين الاول نعرف قبل ما اقول لكم الجزء ده، محتاجين نعرف ايه هي مكونات الاسيتس. الاسيتس ده جواه حاجات كتير قوي، جواه كاش، جواه يعني هقول لكم هنا الاسيتس، اسيتس جواه ايه؟ جواها كاش، جواها حاجه اسمها بنك. تمام، جواها انفنتوري، تريد، تمام، جواها بيلدينج، موتور، ليكنز. تمام، فهنا عندي الاسيتس جواها كاش بنك، دي حاجات بقى ايه يعني بنحفظها مع الوقت، انت ايدك بتتمرن على الموضوع فبتبقى ايه الموضوع بالنسبه لك بقى سهل. فالاسيتس جواها كاش، جواها بنك، انفنتوري، تريد ريسيفبل، بيلدينج، موتور، فيكل، وهكذا. تمام، الحاجات اللي هي الكاش والبنك والانفنتوري تريد ريسيفبل، الحاجات دي حاجات كان كونفرت انتو كاش ايزلي، يعني ايه يعني اقدر احولها لكاش بسرعه، فبنسميها كارنت اسيتس. يعني انا اقدر احولها لكاش بسرعه، يعني انا دلوقتي لو عايزه فلوس بروح اخد كاش على طول من الخزنه، او اخد فلوس من البنك بتاعي من حسابي يعني من حساب الشركه يعني، او ان انا لو عندي بضاعه باخدها اخد البضاعه دي وايه وابيعها بسرعه فكده حولتها لايه لكاش على طول، او لو ليا فلوس بره تريد سيرفر يعني ليا فلوس بره، فممكن اروح للعميل اللي انا بيعله البضاعه وبقول له انا عايزه ايه، عايزه فلوس، عايزه فلوسي. اما لو انا قررت ان انا ابيع المبنى، طب ما انا كده هقفل الشركه، ولو عندي مبنى عايز ابيعه على ما ابيعه واخد فلوسه صح، ونفس القصه لو عربيه وهكذا. طيب ده بالنسبه للايه، فده الاسيتس. اوكي، الكابيتال قلنا ايه الفلوس اللي خدتها من صاحب الشركه. طب ايه هي اللايبيليتيز، ايه اشكال اللايبيليتي؟ اللايبيليتيز اللي هي زي التريد بيبل، شورت تيرم لون. انت عندك هنا اللايبيليتيز زي ايه؟ زي التريد بيبل والشورت تيرم لون. تمام، فانت دلوقتي على سبيل المثال مثلا لو انت كنت شاري بضاعه اون كريديت، يعني ايه اون كريديت؟ يعني ما دفعتش فلوس. تمام، او واخد قرض من البنك، كل دول اسمهم ايه؟ لايبيليتيز. تمام، فانت على سبيل المثال لو احنا جينا قلنا ماشي، بصوا كده هنا معايا، هناخد اكزامبل صغير قوي، ولا قبل الاكزامبل هقول لكم حاجه الاول. طيب دي اشكال الايه، يعني ده الاسيتس وده الكابيتال واللايبيليتي. اوكي، طيب اذا انت مثلا على سبيل المثال لو انت رحت اشتريت موبايل، انت بيرشيز ايه انيو موبايل مثلا او نيو موتور فيكل. تمام، ايه اللي هيحصل؟ هتقول ان في حاجه قلت وحاجه زادت. ايه اللي قل؟ الفلوس اللي معاك قلت. طب وايه اللي زاد؟ انا بقى معاك ايه؟ عربيه. تمام، يبقى في حاجه قلت وحاجه ايه زادت. اللي قل هنا كان الكاش اللي هو الكاش ده. طب الكاش ده يعتبر ايه؟ يعتبر اسيت. هقول ان الاسيت هي اللي قلت. طيب وايه اللي زاد؟ الموتور فيكل. طب ما الموتور فيكل اسيت، يبقى اذا ممكن الاسيت يزيد ويقل. يعني ايه؟ يعني لو الاسيت زاد مثلا ب 10,000، انا اشتريت عربيه ب 10,000 دولار، فهقول هنا ان الاسيت اسيت increased by 10,000 دولارز، اللي هم الموتور ايه؟ موتور فيكل. صح؟ وفي نفس الوقت الاسيت
decreased. باي $10,000 اللي هم الكاش. ركزوا معايا كده، انا دلوقتي اشتريت عربيه، دي ترانزاكشن حصلت، فالعربيه زادت ب 10 فكده بقى معايا 100 وايه 110 اوكي، والكاش قل ب 10 فرجع تاني ايه 100,000. اذا الايكويشن اتغيرت؟ ما اتغيرتش. هو ده الهدف، ان انا ما اغيرش الايكويشن، ان هيحصل ترانزاكشنز، في ترانزاكشن هتحصل بس ما دازنت افكت الايه، دازنت افكت الترايل الاكاونتنج ايكويشن. تمام، فالفكره هنا ان انا اللي صادف يعني ان الترانزاكشن عندي اثرت في الاسيد بس، واحد زاد واحد قل، اذا ما ينفعش الاثنين يزيدوا والاثنين يقلوا، ما ينفعش. لو الاثنين زادوا او الاثنين قلوا كده الاكاونت ايكويشن مش هتبقى قد بعضها، التو سايدز مش هيبقوا قد بعض، فاذا لازم في واحد يزيد. لو هي لو ترانزاكشن جوه الاسيد بس فهيبقى في واحد زاد وواحد ايه قل. اما لو انا اشتريت مثلا على سبيل المثال، لو انا اخذت كارد من البنك، نفترض ان انا دي ترانزاكشن، ان انا اخدت، هو هيجي لك في المساله دايما ترانزاكشن كده وانت تحللها تشوف هي تبع الاسيت ولا تبع اللايبيليتي وتزودها ازاي وتقللها ازاي، هي دي القصه. فانت لو انت عندك مثلا اشتريت، جه قال لك هو اشتريت ايه، قصدي يعني انت اخدت نيو لون تمام بمثلا ب $3,000 تمام، اللون اللي انت اخدته ده ب $3,000 ده هيخلي اللون ايه increased by، يبقى liability هنا زادت، liability is increased by ايه by $3,000 تمام. وفي نفس الوقت ايه اللي زاد تاني، انا هاخد الكارد ده بقى هحطه فين، هروح احطه في البنك بتاعي. طب البنك ده بيروح فين، البنك ده فين، في الاسيت، اذا الاسيت increased by $3,000. فانت انت تخيل معايا، انا زودت الليابيليتي ب 3000 وزودت الاسيت ب 3000، يبقى اذا الجنبين هيبقوا كام، هنا هيبقى 103 وهنا 103، لان انا زودته ب 3 وهنا زودته ب 3، يعني هنا انت هنا عندك تمام الاسيت زادت بايه ب 3000، هنا الليابيليتي زادت ب 3 لان انت خدت لون، فبقت 100 ايه التوتال، هنا بقى 100 ايه بقى 103 تمام. وهنا ده زاد، البنك زاد ب 3000 فبقى ايه 3000 زائد 100 فبقى 100 ايه 103 برضه. فهمتوا الفكره؟ بقى الاثنين ايه ب 100 ايه 3. الهدف عندي ان انا الايكويشن بتاعتي ما تتاثرش، اي ترانزاكشن تحصل الترانزاكشن دايما تخلي الاثنين دايما قد بعض، لو الاثنين ما طلعوش قد بعض يبقى انا غلطت، يبقى انا ما عملتش الايه ترانزاكشن صح. تمام كده؟ طيب انا هديكم اكزامبل واضح جدا للموضوع ده، ده اخر حاجه يعني هقولها لكم دلوقتي. لو انت جيت هنا على سبيل المثال، طيب والنقصان ديت، لما اقول انكريز وديكريز، الانكريز وديكريز اللي انا بقوله دوت في الاكاونتنج، الاكاونتنج ما بتفهمش اللغه دي، ما بتفهمش كلمه انكريز وديكريز، ليها اسماء تانية. دي اسماء ايه تانية هي اللي بتفهمها، ايه الاسماء اللي بتفهمها؟ حاجه اسمها ديبت وحاجه اسمها كريدت، حاجه اسمها ديبت وحاجه اسمها كريدت. الديبت دايما على، دايما احفظ شكله ان الديبت دايما بيبقى على الليفت سايد، الليفت هاند سايد، والكابيتال والليابيلتيز على والكريدت على الرايت هاند سايد، يبقى اذا الكريدت مع الكابيتال والليابيلتيز والديبت مع الاسيتس. تمام، هنا ده الدبل انتري، دبل انتري يعني بتسمع في تو انتري، يعني ايه بتسمع في تو انتري؟ يعني في جنب انكريزد وجنب ديكريزد، او جنب انكريزد وجنب انكريزد، او جنب ديكريزد وجنب ديكريزد، دول الانتريز. انتري يعني واحد بيزيد، يعني تو اكونتس، بتسمع في تو اكونتس. فانا الاكونتس اللي عندي يا اسيتس يا لايبيليتي يا كابيتال. الاسيتس لما بيجي يزيد ما بقولش ده زاد، بقول ده ديبت، يبقى لما بيزيد بقول ايه ده ديبت، عشان الاسيت ناحيه الشمال والديبت معاه ناحيه الشمال. اذا يبقى لما الاسيت لما بيزيد يبقى ديبت، واللايبيليتي والكابيتال اللي هم كانوا من ناحيه اليمين لما بيزيدوا بيبقوا كريدت، يبقى الاسيت لما بيزيد بيبقى ديبت تمام، والاسيت لما بيزيد بيبقى ديبت،
يبقى الاسيت لما بيزيد بيبقى ايه؟ بيبقى ديبت، وال والبتاع دوت وال liabilities والكابيتال لما بيزيدوا بيبقوا كريدت. خلاص دول ادي دي الزياده وادي النقصان بتاع كل واحد بالظبط كده. تمام. فانا مش عارفه هو مش عايز يكتب ليه، عايزه احاول اخليه يكتب بس مش عارف، مش مهم. خلاص كده. طيب يبقى الاسيت بيزيد في الديبت والليبيليتي والكابيتال بيزيدوا في الكريدت. العكس بقى، يبقى الاسيت لما بيقل هيبقى ياخد كريدت. يبقى اذا الاسيت لما بيزيد هيتحط ديبت، ولما يقل يبقى ايه؟ كريدت. والليبيليتي انا ما دام حفظت هو بيزيد ازاي، يبقى لما يقل يبقى عكسه. انتوا فاهمين؟ يبقى انا دلوقتي لما الاسيت يزيد احط ديبت، ولما يقل احط كريدت. يبقى النيتشر بتاعته ديبت اساسا، ولما يقل يبقى كريدت. والليبيليتي والكابيتال كده كده النيتشر بتاعتهم كريدت. يعني ايه النيتشر بتاعتهم كريدت؟ يعني بيزيدوا في كريدت، ولما يقل يبقوا ديبت. تمام. طيب هديكم بقى اكزامبل واضح، ده زي ما بيجي كده فين في المسائل يعني. تمام. طيب هنا عندك باتريك started business one March. باتريك ده بدأ بزنس بتاعه يوم 1 مارش. تمام. والترانزاكشنز دي حصلت يوم 1 مارش. باتريك started business. تمام. يعني فتح بزنس جديد. تمام كده. وحط كام؟ عمل ديبوزيت ب 100,000 دولار في البزنس بتاعه، في البزنس بانك اكاونت. يبقى هو حطه في البزنس بانك اكاونت، مش في الاكاونت بتاعه هو، مش في البرايفت اكاونت بتاعه. تمام. فهو حطه في البيزنس بانكينج اكاونت. اذا الفلوس دي اصبحت ملك الشركه، فكده راس مال الشركه زاد، وفي نفس الوقت البنك ايه؟ لان راح حطه في البنك والبنك زاد. صح. يبقى البنك دوت تبع ايه؟ احنا خدنا فوق البنك ده بيتحط تحت ايه؟ تحت بند الاسيتس. اهو البنك بيتحط تحت بند الايه؟ الاسيتس. تمام. فايه؟ فالاسيتس هنا زادت. تمام. طيب ايه كمان زاد؟ الكابيتال زاد. يبقى الكابيتال زاد والاسيتس ايه؟ والاسيتس زادت. تمام كده. يبقى هنا لما اجي احب ازودها ازاي، بعمل حاجه اسمها تي اكاونت زي ما انتم شايفين كده، ده ليدجر او اسمه تي اكاونت او ليدجر. تمام. التي اكاونت دوت بفتح كل اكاونت عندي، يعني الكاش اعمل له تي اكاونت، التريد ريسيفبل تي اكاونت، كل البنك تي اكاونت، الكابيتال تي اكاونت، كل تي، كل اكاونت عندي في الاكاونتنج بعمل له تي اكاونت. ادي تي اكاونت اهو. التي اكاونت برضو بيبقى هو زي ما انتم شايفين على حرف التي. بحط في الجنب الشمال دايما الديبت، والجنب اليمين الكريدت. طيب البنك دوت هو اسيت ولا كابيتال ولايبيليتي؟ لا هو اسيت. طب الاسيت بيزيد فين؟ اه ده بيزيد في الديبت. طيب هو البنك هنا زاد ولا قل؟ اه زاد، لان انا حطيت فلوس فيه، ما كانش فيه فلوس وبقى فيه فلوس، اذا البنك زاد. يبقى البنك زاد صح، يبقى هيتكتب ال 100,000 ناحيه الايه؟ ناحيه الديبت عشان هو زاد. يبقى انت كل مره محتاج تسال نفسك الاسئله دي عشان تعرف تكتب الاجابه صح. البنك دوت انت ترانزاكشن دي لازم تكون سمعت في تو اسبيكتس او تو اكاونتس. سمعت فين؟ سمعت في البنك، وبعدين صاحب الشركه هو اللي حط الفلوس، فاذا الفلوس دي انا جايبها من ايه؟ من صاحب الشركه الاونر. وما جايبها من الاونر يعني جبتها من الكابيتال، يعني ده كابيتال. يبقى اذا انا عندي تو اكاونتس، هما الكابيتال والايه؟ والبنك. حلو. يبقى انا هفتح تي اكاونت للبنك وهفتح تي اكاونت للكابيتال. البنك ده ايه؟ اسيت. حلو. طيب البنك ده زاد ولا قل؟ اه ده زاد. طب هو ما بيزيد بيبقى ايه؟ بيبقى ديبت. طب لما يبقى ديبت يبقى انا هحط ال 100,000 ناحيه. طب هو زاد بسبب مين؟ بسبب الكابيتال. مين اللي زوده؟ الكابيتال. عشان كده بقول جنبيه كلمه الكابيتال. تمام. يبقى انا هنا بكتب التاريخ الديت، وبعدين بكتب بسبب مين الديسكربشن او الديتيلز، وبكتب الايه؟ الدولارز او الاماونت بتاعي. هو ده الليدجر. تمام. اذا الاسئله دي اللي بتسالها لنفسك. الناحيه الثانيه تعالوا نشوف. انا هعمل تي اكاونت للكابيتال. تمام. يبقى كل ترانزاكشن دي، الكلام ده اسمه ترانزاكشن، سطرين دول اسمهم ترانزاكشن. كل ترانزاكشن هاف تو اسبيكتس، هاف تو اسبيكتس او تو اكاونتس. ادي اكاونت وادي اكاونت. يا تو اكاونت بيبقوا في الاسيت، يا تو اكاونت بيبقوا في الكابيتال واللايبيليتي، يا الا في اكاونت في الكابيتال وفي اكاونت فين؟ في الاسيت، او في اكاونت في اللايبيليتي وفي اكاونت في الاسيت. هنا تي اكاونت بتاع الكابيتال. انا هنا الكابيتال زاد ولا قل؟ زاد. الشركه ما كانش عندها راس مال، بقى عندها راس مال.
طب الكابيتال ده النيتشر بتاعته يعني بتزيد فين؟ في الديبت ولا في الكريدت؟ اه دي بتزيد في الكريدت. طب هي زادت ولا قلت؟ اه دي زادت. طيب يبقى احطها ناحيه اليمين في الكريدت او ال 100,000. طب زادت بسبب مين؟ زادت بسبب البنك. طب كان يوم ايه؟ كان يوم 1/12. هي دي الفكره. موضوع سيستماتيك جدا. تمام. طيب نيجي بعد كده على على مارش 2. ايه اللي حصل في مارش 2؟ في مارش 2 انا دي ترانزاكشن تانية. انا اشتريت بريمسز. يعني ايه بريمسز؟ يعني اشتريت بيلدينج. تمام. بيلدينج يعني اشتريت ايه؟ بيلدينج. البيلدينج ده ماشي بكام؟ ب70,000. ايه؟ ب70,000 دولار. دفعتهم باي تشيك. باي تشيك يعني ايه؟ يعني بنك. كلمه تشيك في الاكاونتنج يعني بنك. يبقى اذا الاكاونت الاولاني اللي عندي اللي هفتحه اسمه بنك، والاكاونت التاني اسمه ايه؟ بريمسز. يبقى انا دفعت فلوس. انا قلت لكم طيارين، انا طيار فيه فلوس والطيار التاني فيه ايه؟ اسيت او سيرفيس. فانا دفعت فلوس عشان اشتري اسيت. البريمسز ده اسيت، البيلدينج ده اسيت. فهفتح تي اكاونت للاسيت اللي هو البريمسز، وهفتح تي اكاونت للبنك. هنا الاثنين كانوا اسيت. انا قلت لكم التو تي اكاونتس يا هيبقوا اسيت، يا واحد اسيت واحد لايبيلتي، او واحد اسيت واحد كابيتال. طيب ادي التي اكاونت بريمسز. هنا البريمسز زادت ولا قلت؟ زادت. انا ما كانش عندي بريمسز بقى عندي. طب البريمسز دي اسيت صح؟ طب الاسيت ده بيزيد فين؟ في الديبت. يبقى انا احطها ناحيه الديبت. طب هي زادت بسبب مين؟ بسبب البنك. يوم كام؟ يوم 2 مارش. نفس القصه هنا. البنك، البنك هنا زاد ولا قل؟ ده قل، لان انا دفعت. فكده البنك عندي قل، الفلوس اللي فيه قلت. قلت بكام؟ ب70,000. بسبب مين؟ بسبب البريمسز. يوم ايه؟ يوم 2 مارش. والبنك لما بيقل، البنك ده اسيت، بيزيد في الديبت ويقل في الكريدت. عشان كده حطيت ناحيه الكريدت. تمام. نيجي اخر حاجه لمارش 3. انا اشتريت جودز تكلفتها 12,000 اون كريدت. تمام. فروم ادريان. ادريان ده انا اشتريت جودز اون كريدت، يعني ما دفعتش كاش اون كريدت. لسه ما دفعتلوش الفلوس. اوكي. طيب اذا ادريان ده كده ده واحد انا واخده منه بضاعه. اذا الراجل ده لايبيليتي عليا، يعني الزام. لايبيليتي يعني الزام، يعني انا ملزمه ان انا اسدد الفلوس دي لادريان. تمام. فانا لازم افتح تي اكاونت لادريان عشان اسجل ان انا ليا ان انا عليا فلوس لادريان عشان ما انساش. فبفتح تي اكاونت واقول ان ادريان ده لايبيليتي. فادريان دوت اللايبيليتي بتزيد في الديبت ولا في الكريدت؟ بتزيد في الكريدت. طيب ادريان دوت تمام لايبيليتي وبيزيد فين؟ في الكريدت. فانا هحط الفلوس ناحيه الايه؟ الكريدت. فهقول ان انا خدت منه فلوس ب 12,000. طب ال 12,000 دول كانوا بسبب ايه؟ بسبب بضاعه اشتريتها منه يوم 3 مارش. تمام. نيجي الناحيه الثانيه. عملت ايه؟ اكونت لمين؟ للجودز او للانفنتوري اللي عندي، البضاعه اللي انا اشتريتها. البضاعه دي كانت موجوده عندي، كانتش موجوده وبقت موجوده، فكده البضاعه زادت. طب الاسيت لما بيزيد يبقى ديبت ولا كريدت؟ يبقى ديبت. طب هو هنا هحط 12,000 في الديبت بسبب مين؟ ادريان يوم كام؟ 3 مارش. تمام كده. انا اسف انا ما فهمتش. الجزء ده ولا الاثنين التانيين فهمتهم؟ طيب لا ما فهمتش. هو الكريدت وهو الديبت، مش فاهم ايه الديبت والكريدت. طيب بص، في الاكاونتنج هم ما بيفهموش فكره الديبت يعني ما بيفهموش قصدي يعني ايه انكريز ويعني ايه ديكريز. هم ما بيفهموش اللغه دي، ما بيفهموهاش، بيفهموا لغه تانية. يعني كانك انت بتتكلم انجلش واحد قدامك بيتكلم هندي، فانت طول ما انت بتكلمه بالانجلش هو مش هيفهمك. فانت بتدور على المعنى، معنى كلمه انت قلتها بالانجلش معناها بالهندي ايه عشان هو يفهمك. فانت هنا كلمه انكريز وديكريز ليها معاني هنا جوه الايه؟ اكاونتنج. كلمه انكريز وديكريز بنقولها بنعبر عنها بكلمه ديبت وكريدت. تمام. فلو انا دلوقتي على سبيل المثال، لو انا الاكاونت اللي عندي ده كان اسيت، كان اسيت. تمام. فالاسيت تمام، لا الاسيت لو زاد، يعني انا لو اشتريت بيلدينج، لو اشتريت موتور فيكل، لو زودت الحساب بتاعي في البنك، لو حطيت فلوس زياده في الكاش، لو بقى عندي انفنتوري اكتر، صنعت انفنتوري اكتر، لما الاسيت هنا بتزيد بدل ما اكتب ان انا انكريز البيلدينج بكتب ديبت البيلدينج. يعني بدل ما اكتب كلمه انكريز بكتب كلمه ديبت.
تمام؟ يبقى ديبت في الاسم يعني انكريز. تمام؟ طب انا بعت البيلدينج اللي عندي، يبقى كده البيلدينج ما كانش ما بقاش عندي، يعني ديكريز قل صح؟ اختفى خالص. فما دام قل تمام؟ ما بكتبش كلمه ديكريز، بكتب كلمه ايه؟ بكتب كلمه كريدت. تمام. يبقى انا في الاسيت لما الحاجه بشتريها يبقى كده زادت، ما دام اشتريت يبقى زادت، وما دام زادت يبقى هي انكريز، وما دام انكريز يبقى هنا اسمها ديبت. تمام؟ ولما بعت، لما اقول سولد، انا قلت سولد انفنتوري، بعت بضاعه. طب البضاعه دي ما كانتش عندي، كانت عندي ما بقتش عندي، فكده قلت، ما دام قلت احطها كريدت. تمام؟ طيب اللايبيلتيز والكابيتال عكسها، اللايبيلتي والكابيتال ايه عكسها، بمعنى انه اللايبيلتي والكابيتال لما بيزيدوا الكاونتس اللي جواها، يعني لما بتزيد، يعني انا خدت لون البنك ما كانش عندي لون وبقى عندي لون، فاللون هنا زاد واللون ده لايبيلتي. لا، لما اللايبيلتي تزيد، يعني لما اي اكاونت جوه اللايبيلتي، اللون ده اكاونت جوه اللايبيلتي، لما اي حاجه جوه اللايبيلتي تزيد او اي حاجه جوه الكابيتال تزيد بكتبها كريدت. يعني عكس بعض. تمام؟ ولما الاسيت عكس، دول عكس بعض، عكس اللايبيلتي. تمام؟ طيب. يبقى ايه؟ يبقى انا دلوقتي اتنين عكس بعض، يبقى الاسيت لما بتيجي تزيد بتزيد في الديبت، واللايبيلتي والكابيتال لما بيزيدوا بيزيدوا في الكريدت، وعكسهم بالديكريز. تمام. خلاص كده انا فهمت الموضوع. فاحنا هنا لما جينا كده فهمت الفكرة؟ تمام؟ فاحنا هنا لما اشترينا، لما جينا مثلا قلنا اشترينا كده فهمت الفكرة؟ تمام. ماشي؟ فدي فكرة الايه؟ بصوا، هو المادة ممكن عشان فيها مصطلحات غريبة شوية، فيتضح شوية هي، يعني انا هكون يعني ايه اونست معاكم، في ناس بتقعد شوية، يعني الطلبة انواع. في طالب الجزء الاولاني ده بيبقى تعبه شويه، بيجي كذا حصه، 3 4 حصص كده لسه تعبان في موضوع الديبت والكريدت دوت، ومين تبع الاسيت ومين تبع اللايبيلتي. الموضوع ده بيتحل بالحفظ، يعني انا بقول له ايه، احفظهم دلوقتي، احفظهم دلوقتي، وانت بعد كده مش هتحتاج ترجع تحفظهم تاني، هي خلاص انت بتبقى اتعودت، يعني ان انت خلاص عرفت ايه الحاجات اللي تبع الاسيت وايه الحاجات اللي تبع الايه، اللي تبع اللايبيلتيز والكريدت. فالموضوع بيبقى سهل بالنسبه لك بعد كده. في بقى طلبه ثانيه الموضوع بيفهموا الصوره. نعم، دلوقتي انا فهمت الاسيت الحاجات اللي هي اصلا موجوده في البيزنس، والكابيتال السبلايد من الاونر، اللايبيليتيز عايز بس اكد النقطه بتاعت اللايبيليتيز هي اللون، اللون من البنك. اللون اللون، او لو انت اخدت فلوس من اخوك، اخدت فلوس من حد من قرايبك، من صاحبك متدين، يعني اي دين. ايوه مديون، لايبيليتي يعني انت مديون لحد. طيب خلاص كده انا فهمت. تمام ماشي. فانت انت دي الفكره الاساسيه، يعني هو الاكاونتنج نفسها مبنيه، بقول لك على الايكويشن. انت لو تلاحظ ان احنا فكره الاسيتس واللايبيليتيز دي عايشه معاك في كل الدروس اللي جايه، وهي دي اللي بنبدا بيها اي حاجه، انت فاهم؟ فبتاع دوت، فهي دي فكره الايه. انت طبعا في البيزنس مش هيقعد يعرفك الجو ده، ده هو كده هيدخلك على حاجه اسمها بالانس شيت وانكم ستيتمنت، ويشرحها لك من جوه، يقول لك دي ايه البالانس شيت دي، اللي هي جواها الاسيت واللايبيليتي اللي احنا اللي قلناه ده، هيبقى رصصه لك بقى بالاسماء بتاعتها جوه، ويقول لك الدنيا دي برضه هتاخدها في الاكاونتنج، بس انت هتاخدها ستيب باي ستيب، يعني هتتعود ازاي تعملها انت لوحدك، ازاي يبقى قدامك كلام كتير وتاخد الكلام ده وتحطه جوه بالانس شيت. فاهم الفكره؟ بس فدي ملخص الموضوع كله. فلو انتوا عندكم اي اسئله بخصوص الماده، لو عايزين تسالوا على اي حاجه عموما عن الماده، انا بس حبيت ان انا اديكم ايه، يعني دي الفكره الاساسيه اللي مبني عليها الماده، يعني الماده كلها مبنيه على الفكره دي. وطبعا الايه الورقتين دول هم اللي شارحين باسماء الدروس، شارحين فكره الايه، الغرض من الاكاونتنج ايه، الهدف منه ان انا يعني في النهايه اوصل للنقط دي، ازاي ادخل الداتا، اتعلم ازاي ادخل الداتا، ازاي اعمل بعض بروسيجرز، ازاي اعمل اصلح الايرورز اللي جوه الداتا اللي انا دخلتها لو انا دخلت داتا بالغلط. تمام؟ وازاي ان انا اقدر اعمل تبرير للانكم ستيتمنت والبالانس شيت لاربع ايه، لكذا نوع من الشركات، سول تريدر او بارتنر شيب او كلابس او الكلام ده كله. تمام؟ غير كده ما فيش اي، والتو بيبرز زي ما انا قلت لكم عليهم 280 240 درجه، كل ورقه عليها 120، ف
تمام، دي 50% طب من واقل درجه يعني المينيمم في الاسر كام مثلا؟ عايز الكيرف يعني بتاعتها. طيب بص الاكاونتنج، الاكاونتنج الكيرف بتاعها واطي جدا بالذات في نوفمبر، في جون يمكن بيبقى عالي السنه، بس هي كمان ده كيرفها واطي بشكل عام، يعني هي كيرفها بيبقى واطي لان هي لا اولا عشان درجاتها كتيره، اي ماده اعرف كده لما يبقى درجاتها كتيره بيبقى كيرفها واطي، يعني لما تعدي 200 درجه بيبقى كيرفها دايما واطي، فهي كيرفها حلو جدا. لو انت عايز تجيب الاي ستار بتاعها بتنقص لحد 45 درجه في الوقتين، تمام. يعني لو جبت يعني انت دلوقتي الدرجه من 240 هي ما فيهاش فاكتور، لو درجه ب 240 يعني انت لحد مثلا لو انت جبت حوالي مثلا 195 من 240 تبقى جايب الستار، تمام. والايه طبعا نزل كمان حوالي 30 درجه يعني او 35 درجه، فانت بتتكلم في احنا مش شغالين بس احنا حلمان يعني الهوب كله في الاستر، مش عايز اعرف اذا طبعا لا طبعا لا ف طبعا. فانت ايه هي الفكرة الستار؟ يعني انت معاك لغايه 45 درجه، طبعا اقل من كده هيبقى ايه بقى. طيب بس شكرا. بس فانتوا عندكم اي اسئله في اي حاجه؟ عبد الله في بنوته انا مش عارف اسمها ايه، كان انا مش سامع صوتها بصراحه، معرفش اسمها ايه، لو هي برضه عندها اسئله في اي حاجه اتفضل يعني قبل ما نخلص. عبد الله معانا؟ عندك سؤال في اي حاجه؟ على العموم لو انتوا يعني احتجتوا اي حاجه انا تحت امركم، ممكن تاخدوا رقمي عادي من السايت، تمام. لو احتجتوا اي حاجه يعني، وبكره في سيشن هنعملها الايكونومكس، تمام، تقريبا هتكون في نفس الميعاد. اكونومكس بعدي عربي سنة. هو العربي بكرة برضو؟ لا العربي بعد. بعد. ما هو كل يوم تقريبا. كل يوم سيشن. بالظبط كده. فبكرة برضو هيبقى فيه عن حد برضو نبذة كده عن الاكونومكس بكرة ان شاء الله. ان شاء الله. تمام؟ ماشي اوكي. ماشي يلا باي باي. باي باي. مع السلامة. If it's your first time here and you're interested, please feel free to check our website and Facebook page for more information. Don't forget to share it with your friends and subscribe to our channel. All links and application form are in the description. Thank you.